في واقع الحال وضع العراق الداخلي والخارجي يؤكد على أن العراق ما زال يبحث عن السيطرة على سيادته. الآن السيادة العراقية مقسمة واقعاً اقتصادياً بيد البنك الفيدرالي الأمريكي وسياسته، يعني في أي لحظة ممكن يضغط على الحكومة العراقية ويسبب ذلك في ارتفاع السوق الداخلي وفقدان السيطرة عليه. يعني خلال لحظة زيارة السيد السوداني إلى روسيا بدأ الدولار يصل إلى 68 ثم تراجع إلى 58 62 لكل 100,000 يعني 132 68 ونزل ل 58 158 62 يعني ما زال يتراوح بين هذا وهذا حسب الحاجة. نحن نتكلم ونقول ان الحكومة العراقية يعني من اهم خطواتها هي ان توزع مصادر علاقاتها مع دول العالم بدون ما استثناء بدون تدخل، ولكن لا اعرف ان العراق في وضعه الحالي ما زال يتأثر بشكل واضح في قوى خارجية فاعلة في العراق. أنت ذكرت حضرتك يعني مرة ربما سياسيا تأثير الجمهوري الإسلامي على العراق واضح حتى في اتخاذ بعض القرارات. روسيا علاقتها مع إيران ممكن لها تأثير معين، لكن كتأثير روسي حقيقي في العراق لا يوجد. فقط روسيا الآن كما ذكرت حضرتك تبحث عن أصدقاء جدد، إلا أنه أنا بتقديري الذي يمسك الآن سيادتنا موزعة بين قوة الاقتصاد الأمريكي وسيطرته على الاقتصاد العراقي فعليا وبين القرار السياسي اللي لاحظته دكتور يعني